جبنا لك شاي في زمن البرد. اشرب شاي. عملته على الفحم. روح عنا يا بالعكس اطيب على الفحم. ما بدي اشرب شاي ولا بدي فحم ولا بدي كذا. ليش معصب يعني؟ هيك معصب. من شو؟ شو من شو يعني؟ ايه من شو يعني؟ ليش يعني معصب؟ كل هالشي اللي عم يصير فينا وحوالينا وناس عم تنقتل وضيع عم تنهفى وناس عم تتهجر وناس عم تختفي وناس عم مدري وين عم تروح وكل هذا بدك يعني معصب؟ بالعكس لازم ما تعصب وتاخذ الامور هيك بروية وبهدوء وتقتنع بالوضع اللي انت عايش فيه. بالعكس وتشكر ربنا على السعادة اللي عطينا اياها بهالبلد. سعادة؟ طبعا نحن بالعكس من اسعد شعوب العالم الشعب السوري، بس الناس ما عم تقدر ولا عم تفهم. شلون بالله من اسعد شعوب يعني؟ وايمتى كنا سعيدين بحياتنا نحن يا سيدي؟ من 40 سنة نحن 40 سنة عم نشعر بالسعادة وما لنا حاسين. 40 سنة؟ ايه بس انا حاسس فيها بعرفها. وشلون بقى؟ هات لشوف. مثلا هلا انت طالع جواز سفرك جددته من فترة. ايه قديش المعاملة ضلت معك لخلص الجواز؟ ممكن شي 20 يوم شهر ما بعرف. ايه طيب شهر. بعد هالشهر قديش شعرت بالسعادة؟ فعلا ايه انبسطت يعني وقت اللي حصلت على الجواز اخر شيء. ايه يعني كانت بينما لحظة فعلا رهيبة. بينما بغير بلاد لما تروح تطالع جواز سفر ويعطوك اياه فورا بتحس بالسعادة؟ مثل هون ما بتحس بالسعادة ولا بتحس بقيمته. يعني روح على الفرن وقف 4 ساعات بس تاخذ ربطة خبز ما بتشعر بالسعادة؟ يعني هلا انت تقنعني انه هي الشغلات بتجيب سعادة؟ يعني هلا ما في غاز وما في شي بالبلد وانت رحت ساويتها على الحطب مدري وين للشاي، ليك الشحوار والوسخ وكذا وريحتك طالعة خناتنا بريحة الدخاخين ومدري شو جاي تقلي سعادة يعني؟ لك هي بهيمة، هي سياسة. سياسة انه يخلوا الشعب سعيد يشعر بالسعادة. دائما في جرعات سعادة، جرعة السكر وجرعة المعاملات وجرعة الزيت وجرعة الخبز وجرعة المازوت. يعني على طول سعيد، بتشعر بالسعادة يوميا كذا مرة يعني. ايه انا هيك رأيي، انت شو رأيك؟ ما بعرف تصدق يعني. فيها وجهة نظر كلامك. شفت اقنعتك. عم اكتشفت شغلة معناتها بناء على كلامك. شو اكتشفت؟ انه معناتها حتى هلا لما قامت ثورة عنا من سنتين، ايه تخيل لو سقط النظام عنا من اول 10 ايام او 15 يوم، كنا شعرنا بسعادة؟ ما كنا لا شعرنا بسعادة ولا. تخيل هلا يعني. وقت بيسقط بعد سنتين مثلا. هلا هو بس انت شو نظام ما نظام وليقى نظام. طفيها هي، طفيها قبل ما هذا بعدين بنكمل.